جهاز آخر مسكر، والقدر مع اتحاد الجنسين اللذين يدركان بالحس في الأموال الربوية الست، وهكذا. لهذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يمكن إدراكه بالحواس، زي ما ضربنا مثال قبل ذلك. يبقى إذن لازم يكون العلة وصف ظاهر. نمرة اتنين، أن يكون وصفا منضبطا. العلة وصف منضبط، يعني ايه؟ يعني له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق منها. نتحقق من وجودها فين؟ في الفرع، بحدها او بتفاوت يسير، لان اساس القياس تساوي الفرع مع الاصل في الايه؟ في العلة، في علة حكم الاصل، يعني في علة حكم الأصل. وهذا التساوي بيستلزم أن العلة تكون منضبطة مضبوطة محددة عشان نقدر نساوي بين الواقعتين. زي مثال إيه؟ القتل العمد العدوان يمنع التوريث بين القاتل والمقتول، فالقاتل لا يمكن أن يرث المقتول بنص الحديث. فكذلك نستطيع أن نتحقق في قتل الموصي، قتل الموصى له للموصى، وهكذا. صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة، أن يكون وصفا مناسبا، وده مهم جدا. وصف مناسب، يعني ايه وصف مناسب؟ يعني ان يكون مظنة تحقيق حكمة الحكم، ان هو يكون التحريم مناسب لعلة الحكم. فعلة الحكم مثلا لانها الاسكار، فناسب ان يكون الحكم التحريم، في مناسبة بينهم، مش كده؟ انما لو واحد قال ايه؟ علة الحكم ان هو بني، فناسب ان يكون حراما. ايه العلاقة بان هو يكون بني، ان لون السائل ده بني، وبين ان الحكم ايه؟ حرام. او يقول لك بما ان الخمر سائل والعرق سوس سائل فيكون العرق سوس حرام. نقول له لا، ده وصف غير ايه؟ غير مناسب. هو كل سائل هيبقى حرام؟ لا، غير مناسب لتعليل الحكم. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يصح التعليل بالأوصاف غير المناسب. الإسكار مثلا ناسب التحريم، لأن الإسكار يضيع العقول ويؤدي إلى القتل مثلا، ويؤدي إلى أمور. واحد هو سكران يمكن أن يطلق زوجته، ويمكن أن يضيع عماله، ويمكن أن يصنع كذا وكذا، فناسب الحكم. العلة اللي هي الإسكار ناسبت حكم التحريم. أما التعليل بأوصاف بيسموها الأوصاف الطردية أو الاتفاقية التي لا تعقل علاقة لها بالحكم، ما نعرفش علاقة لها بالحكم، كلون الخمر أو كون القاتل عمدا عدوانا مصرية الجنسية، يقولك ونتيجة لأنه مصري فقد حكمنا عليه بالإعدام. ايه العلاقة؟ مفيش علاقة بين الحكم والجنسية. او كون السارق اسمر اللون، بما انه اسمر يبقى يقتل. او كون المفطر عمدا في رمضان اعرابيا وليس ايه؟ حضريا. ولا يصح التعليل باوصاف مناسبة باصلها اذا طرأ عليها في بعض الجزئيات ما ذهب بمناسبتها، جعلها غير مناسب. زي ايه؟ صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيغة البيع من المكره لا تصح إلا لنقل الملكي. صحيح في الظاهر هي بيع، بس ده مكره، يبقى هنا جاء طرأ عليه شيء أفسد
جواز نقل الملكية لأن المكره لا رأي له ولا اختيار له، فيبقى ليس من حقه أن يتصرف، وبناء عليه يكون تصرفه باطلا فيقع البيع باطلا. برضو لا يصح بلوغ من بلغ مجنونا، واحد مجنون وبلغ، هل تجري عليه أحكام البلوغ؟ لا، يعني ما يجي يبيع، يجي يتجوز، يجي يشتري، ما ينفعش. ليه؟ لأن في علة تانية، ما إنه بلغ، والأصل العام إن اللي بلغ من حقه إنه يكون له ولاية، لكن هذه الجزئيات جعلت الحكم ليس مناسبا. طيب نمرة 4، ألا تكون وصفا قاصرا على الأصل، نقدر نقول أن يكون متعديا، وصف متعدي غير قصر، وصف متعد يعني غير إيه؟ غير قاصر على الأصل. وده آخر وصف. يعني المقصود به إن الأحكام التي عللت بأنها من خصائص الرسول لم يصح فيها القياس، لأن ده غير متعدي، ده حاجة علة خاصة بالنبي فقط، غير قابلة إن احنا نقيس حد عليه، زي تعليل تحريم الخمر بأنها نبيذ العنب تخمر، برضو ما ينفعش لأن ده وصف قاصر. يعني واحد يجي يقول لك ايه، ما ينفعش ان احنا نقول نبيذ العنب حلال او نبيذ العنب حرام، لان دي مسألة خلافية والاحناف اجازوها، اجازوا نبيذ العنب، بعض الناس يطعن في ابي حنيفة بسبب ذلك. هي القصة في النقطة دي، الله يفتح عليك، تحققت العلة ولا لا؟ فصار الحكم متعديا ولا لا؟ العلة تعدت، يعني نبيذ العنب ده تخمر ولا ما تخمرش؟ فإن تخمر بحيث أدى إلى الإسكار يبقى الحكم أصبح، العلة أصبحت متعدية وهي الإسكار، موجودة هنا وموجودة هنا. إنما لو كانت العلة قاصرة موجودة في واحد ومش موجودة في الثاني، يبقى دي اسمها علة قاصرة أو علة غير متعدية. برضو تعليل تحريم الربا في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فض، طبعا النقطة دي نقطة مهمة، أن بعض الناس للأسف في عصرنا هذا يجيز الربا في الأموال، في الأموال الورقية، وبيقول هذه ليست ذهب ولا فض، هذه ليست ذهبا ولا فض، فيجيز الربا في الأموال التي يتعامل بها الناس اليوم، وهذا من أكبر الأخطاء الفاحشة، لأن هذه الأوراق تقوم مقام النقدين تماما في كل شيء، بدليل أن الورقة دي هي اللي أنت بتروح تدفعها للرجل وتاخد السيارة. طب ما تبطل البيع بقى، لأن أنت ما اديتش للرجل ذهب، أنت اديت له ورقة، المفروض البيع بناء على رأيك يبطل، فأنت أجزته، أجزت تصرفات بالورقة دي، اشمعنى الربا بقى اللي أنت عايز لا تجيزه به؟ نعم لا، هي العلة هنا متعدية، فما يحدث للذهب والفضة يحدث في الورق، في الأوراق النقدية، فهنا العلة ليست قاصرة على الذهب والفضة، وإنما على ما يقوم مقامهما من الأموال، فكل ما ينطبق على الذهب والفضة ينطبق على الأموال. هتطلع 85 جرام على 85 جرام بيطلع ما يعادلهما من الزكاة على الأموال، لأن برضو بعض الناس تجرأ وقال لا تجرأ.